دخلة هي حياتنا وهي الثقافة والمرض من طلعة الدنيا وهي هي المعروفة والثابتة. من ولدت ولا بهالديرة وكل شغلي بالنخل. بديت أرقى على شوي 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 ومع الشبان اللي أكبر من علموني زين كذا وسوي كذا وقلت كذا إلى ما تعلمت. هذا يطلع من هذا تبدأ أعظم من ذا. المملكة كلها تنتج تمر وبهالسوق. السوق ذا اليوم ما يوجد شكله أسواق تمر عالمي، طلع عالمي أبد. هالسوق ذا هو المجمع، ما فيه كل هالدنيا ذي تجتمع بهالسوق على صنف التمر، سكري شقر ونان اللي هو اسم تمر بهالسوق، كل اللي يشرى على رغبته. ثقافتنا وهويتنا.